وكرم مولودة 26 فبراير 1966، مغنية لبنانية، أطلق الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري لقب شمس الأغنية اللبنانية عليها. ولدت في قضاء زحلة لعائلة مارونية، وبدأت حياتها كمدرسة وانطلقت في الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين. وفي عام 85 شاركت في برنامج ليالي لبنان وحصلت على الميدالية الذهبية، وأطلقت في عام 89 أول ألبوم لها بعنوان يا حبايب. ثم أصدرت ألبومها الثاني شمس الغنية عام 1992، وأطلقت في السنوات التالية عدة ألبومات أخرى بمعدل ألبوم في السنة الواحدة. في عام 2000 وبعد طرح الألبوم لها عيون قلبي، أعلنت عن زواجها من متعهد الحفلات يوسف حرب بشكل مفاجئ. ده يوسف حرب. من ناحية أخرى، فجعت النجمة اللبنانية نجوى كرم يوم الثلاثاء 28 فبراير 2017 بخبر وفاة شقيقها نقولة كرم بشكل مفاجئ، مما أثار ارتباك العائلة. وتعيش شمس الأغنية لحظات مليئة بالحزن ساعتها، فخبر وفاة شقيقها المفاجئ والبالغ من العمر 45 سنة، والذي كان لا يعاني من أي مرض، نزل عليها قصة عائقة هنا مع شقيقها الله يرحمه نقولة. بعد انتشار خبر وفاة نقولة كرم، شقيق النجمة اللبنانية نجوى كرم إثر ذبحة قلبية، سارع النجوم إلى مواساتها بكلمات مؤثرة وصادقة. كتبت نانسي عجرم على تويتر: أحر تعازينا بوفاة الحاج نقولة الله يرحمه، وتكون نفسه بالسماء ويصبركم على فراقه. كذلك غردت النجمة أليسا باللغة الإنجليزية وقالت: لا شيء يمكن أن يقال ليخفف ألمك عزيزتي نجوى كرم، أنا آسفة لخسارتك وأصلي إلى الله أن يحفظ شقيقك معه إلى الأبد. وقالت مريم فارس: الله يرحم خيك وتكون نفسه بالسماء ويخلي لك أهلك ومحبينك. كذلك وسع النجم عاصي الحلاني وقال: أتقدم بأحر التعازي القلبي بوفاة المغفور له الصديق الغالي نقولة كرم، راجيا من الله أن يلهم العائلة الكريمة جميل الصبر والسلوان. وعبر النجم الشاب زياد برجي عن حزنه بجملة: الله يرحمك يا صاحبي، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكتب أيضا المخرج سعيد الماروك: الله يرحمك يا غالي وحبيب القلب والصديق العزيز الحاج نقولة كرم، الله يصبرك ويصبر عائلتك الكريمة. كما غرد الفنان التونسي صابر الرباعي البقاء لله أختي العزيزة نجوى في شقيقك، رحمه الله ورزقكم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكتبت الممثلة السورية شكران مرتجى: أحر التعازي لنجوى كرم وعائلتها بفقدان شقيقها نقولة كرم، الله يرحمه ويصبرك حبيبتي. ومن ناحية أخرى، ظهرت شمس الأغنية حزينة ومتعبة في أول ظهور لها بعد الفاجعة، من خلال صورة تظهر فيها مع النجم السوري علي الديك الذي حضر إلى زحلة ليقدم لها واجب العزاء. ده أول ظهور ليها بعد وفاة شقيقها نقولة كرم. ومن ناحية أخرى، تشارك الفنانة اللبنانية نجوى كرم حزنها الكبير مع متابعيها على شتى مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة شقيقها ومدير أعمالها السابق نقولة كرم. كتبت: اجعلني ربي شمعة تذوب صلاة من دون ملل، حتى متى استراحت نفس أخي نقولة أستريح. ونشرت شمس الأغنية اللبنانية عبر حسابها الرسمي على تويتر الصورة الأخيرة التي استخدمها شقيقها الراحل عبر حسابه على الواتساب منذ حوالي شهر قبل وفاته. وجاء في الصور ما يلي: ما زلت أؤمن أن الإنسان لا يموت دفعة واحدة، وإنما يموت بطريقة الأجزاء، كلما رحل صديق مات جزء، وكلما غادرنا حبيب مات جزء، وكلما قتل حلم من أحلامنا مات جزء، فيأتي الموت الأكبر ليجد كل الأجزاء ميتة فيحملها ويرحل. وعلقت نجوى على الصورة وكتبت: هايدي كان صار لها شهر على حساب الواتساب خي نيكولا، غريب مع إنه كان أمير الفرح والضحكة، صلوا من أجل نيكولا
قرن، الله يرحمه. اليوم دوري بس احكي، مثلي مثل الكل، خلقت بعائلة مسيحية، يعني اكيد اكيد كنت كل احد رتل بكنايس كتار لكل المذاهب، كنت ملتزم كل يوم احد مع امي تاخذني على الكنيسة، كنت مرافقتني ومرافقني كلام الانجيل على طول نحفظه مثل ما كل حدا منا بيحفظ. وصرت كل ما اكبر تكبر معي السؤالات، مشينا بطريق الدنيا والأسئلة كلمالها تكتر، أنا وعم بكبر حاسي إنه في شي ناقصني، حقيقة حاسي إنه في شي ناقصني، ولأنه هو قالنا اسألوا تعطوا صرت ضج بالسؤالات، إلى أنه ليلة الميلاد بالذات شفت على التلفزيون كاهن عم بضج بالاشياء اللي عبالي لاقي جوابات فيها، وجه الله فيه والسؤالات كلها اللي عم بسألها حسيتها حتما لازم تكون موجودة عنده، مثل كأنه سبحان الله ربنا هو اللي رسم لي هيدا الطريق. مرت الأيام أنا وعم بسأل وفتش، عم خبركن حقيقة مش عم خبر شي مسرحية، حقيقة هودي مرقوا بحياتي. إجا نهار أنا وعم فتش على هالكاهن اللي قلت بدي روح لعنده أسأله، دقيت عنده الباب بعد طول تفتيش، لقيت كأني عم دق باب السما، فتح لي الأب الدكتور يوسف يمين. بلش مشواري معه وبلشت الأجوبة لحالها تجي لعندي. قال لي الأبونا اسمعي يا نجوى، رح خليك تتلاقي شخصيا شخصيا بالمسيح. قلت ايه أخوة الأبونا خوت شو اتلاقى شخصيا بالمسيح، هيك يعني عم بتلاقى بالمسيح شخصيا؟ قال لي ايه 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 بدي خليك تتلاقي فيه. الأبونا بعرف ما عندوش مزح أبدا، جديته كانت موجودة بمطرح واحد ومخه بمطرح واحد، صرنا بهالمطرح الواحد نحكي سوا ونقرأ سوا ونعيش سوا، للقينا هالمطرح الواحد هو بكتاب واحد كتير، كل الأجوبة كل الأجوبة مليانة فيه وموجودة فيه، هو الإنجيل المقدس. صرت شوف قديش هالكتاب مليان حب، حب كبير. مش قادر يساعدني هيدا الحب. كنت كل ما حب لاقي بعد في مطرح بساع، وكل ما عيش هالإنجيل كل ما حاول حب أكتر، لحتى لقيت حالي إنه هالجواب فيي بهالإنجيل يلي ترك لي كل أجوبة الكون. عرفت وتأكدت إنه بالحب كلنا منكون واحد، كلنا كلنا من دون استثناء
لا كبير ولا صغير ولا غني ولا فقير ولا مدري مين ولا مدري مين، كلنا سوا واحد بالمسيح يسوع. وهيك بعد ما كانت الحقيقة بالنسبة لإلي متناسرة وحروفها مش ملاقيتها، لقيتها كلها. صدقوني مشيت بهالطريق، مشيت بهالطريق يلي هو حق، لأنه هو الطريق وهو الحق. ولأني بيناتكم اليوم وعم بشهد لإسمه، يعني فيني عم بتضج الحياة، يعني فيني روح هو أعطاني إياها. وما بصدق أنه حدا بيقدر يعطيني الحياة يلي صلبت مني بالأساس الأساس إلا واحد دفع ثمنها حياة. مش بس دفع ثمنها حياة، مات وقبر، ولأنه هو القيامة قام وعطينا إياها. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.